السلام عليكم، مرحبا بكم اخوتي على قناتنا في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا اليوم، نوجه تحية لكل الجزائريين، ناس الشرق، ناس الغرب، ناس الوسط، ناس الجنوب، بلا ما ننسى اخوتنا اللي راهم في المهجر. تحية خاصة الناس القبائل اللي نكون لهم كل الاحترام. وجاني واحد الميساج استدري كومنتير من واحد الاخ مشترك في القناة اللي هو من تيزي وزو، اللي يطلب مني في قناتنا، يتمنى ان تكون تحيه للناس القبائل بالقبيليه. انا من هذا المنبر راني نقول له باللي لو ميساج ايتي بيان روسي، دونك ازول هذا صاحبنا، ازول كل القبائل. احنا رانا هنا نعملوا من اجلكم، مستعدين ان شاء الله دائما نكونوا في حسن ظنكم، ورانا نتقبلوا كامل التعليقات، ورانا ريبوندو على كامل التعليقات. اما كان عندنا الوقت رانا نجاوبكم، اذا ما كانش عندنا الوقت الله غالب، مي رانا نعملوا ان شاء الله باش دائما ريبوندو على هادو لي ميساج وما معنى التعليقات هادو. دونك هذه ان شاء الله نكون في حسن الصوره، هذه بين قوسين غير باش الاخ تاعنا هذا تاع تيزوزو باش يرضى علينا. دونك هذا هو، نبداو فيديو تاعنا اليوم. فيديو تاعنا اليوم راح نتكلموا فيه على فريق مولودية الجزائر في عدد خاص، صدر اول مره راح نتكلموا على فريق من البطوله الجزائريه، راح نتكلموا على مولودية الجزائر. المولودية الجزائر اللي فيها مشاكل كبار كما نعرفوا، الجزائر اللي عندها قاعده شعبيه كبيره في الجزائر وفي الخارج، راح نتكلموا عليها. راح نتكلموا على المدير الرياضي لمولودية الجزائر هو كمال قاسي سعيد، راح نتكلموا على المدرب عمروش. دونك راح نتكلموا، كاين واحد الملاحظه اللي حبيت نتطرق ليها اوتوك اونسي جوار. الحمد لله لعبنا في الفوتبول، ما نقولوش لعبنا في نيفو عالي، يعني لعبنا في النيفو اللي الحمد وصلنا عليه. راح نتكلم على واحد الظاهره اللي في الكره الجزائريه منذ القدم نعرفها انا، هذه الظاهره حبيت نوجهها نتكلم عليها ونوجه نداء للجمهور الرياضي تاع فريق مولوديه الجزائر او اي فريق من الفرق الجزائريه، باسكو احنا على بالك رانا في وقت الفتن، وين كثرت الفتن وين كثر الناس راهي تتلاعب بالجمهور الرياضي. صافي نشوفوا الصحافه كيفاش تتلاعب بالجمهور، الناس تغلط، الناس تكذب، الناس دونك رانا راح نتكلم ان شاء الله على هذا الموضوع. انا شفت في واحد القناه، على موضوع قناه الهداف، بعد نهايه مقابله الكاس الاتحاد اللي مولوديه الجزائر ضد نصر حسين داي، وين بعض الاشباه الانصار، انا ما نسميهمش انصار، هما اشباه الانصار اللي نزلوا عند غرف تغيير الملابس تاع فريق مولوديه الجزائر، وين تكلموا مع المدرب بكلام قبيح مش مليح، صديق كانوا يطالبوا فيه باش يديميسيوني، مام تهجموا على بعض اللاعبين، وخاصة هو اللي تهجموا على المدرب. الناس كيشوف واحد ما يعرفش فوتبول ولا واحد بعيد على الكرة كيشوف كيما كيقول لك سيفري المدرب هذا موش يخدم موش منا، تراجعت النتائج تاع النادي، دونك اوتوماتيكمون لي سيبورتير يدوروا عليه. دونك انا ما نشوفش، نشوف هذا ما نشوفهاش من هذه النظرة، من هذه الجهة، باسكو كاين امور واحد اخرين تخفى على الجمهور الرياضي. انا كيما قلت لكم لعبنا فوتبول، ونفهموا العقلية تاع لي بريزيدون تاع الكلوب سيرتو هنا في الجزائر. انا بالنسبة لي هذوك موش دي سيبورتير، علاش موش دي سيبورتير؟ هذوك باعثينهم الناس، باعثينهم الناس، باسكو السيبورتير اللي يحب ليكيب، اللي ما يحبش الاشخاص، يحب ليكيب، نورمالمون كي يكمل الماتش يروح لدارو ولا يروح لخدمته. سمع عليه هذا كيبغي ليكيب، يبغي ليكيب ماشي باش يدير فوضى، ولا يبغي ليكيب باش يخسر، ولا هذا كيبغي ليكيب باسكو تبقى ليكيب، يجي واش مش عارف واش يجي اي بريزيدون توجور يبقى هو عنده مولودية الجزائر، ما عندوش بريزيدون ولا عنده مدرب ولا عنده لاعب، عنده مولودية الجزائر. هذوك اشباه المناصرين انا بالنسبه لي موجهينهم ناس، شكون اللي موجههم؟ الناس نطرحوا هذا السؤال، شكون اللي موجههم؟ حنا عندنا لي بريزيدون، هذه خدمه تاع لي بريزيدون دي كلوب في الجزائر. عبا كاين دي بريزيدون يغلطو، كي يغلط باش ما يوجهش النظرة ليه للناس اللي ما تشوفوش هو، باسكو هو اللي غلط، يوجه النظرة هو يسي كيفاش يوجه النظرة للمدرب أو اللاعبين. أنا دبري واش نفهم واش نعرف باللي هادو لي سيبورتير هما وجههم قاسي سعيد باش يبينوا لي سيبورتير تاع المولودية باللي من اللي جا هذا المدرب حنا ماناش ملاح، صادير هذا المدرب هو سبب تراجع مولودية الجزائر وهي فوق.
شي هو الاسباب ديال الجمهور الجزائري، اسباب ديال الجمهور الجزائري نذكروها من الاول وجو جاي. مولود الجزائر كي جا قاسي سعيد جاب ميسيو كاسوني المدرب الفرنسي، وين ادى موسمين على ما اظن فاز بهم، جابوا دي جوار ما شاء الله، الناس كانت تخدم، كانت الامور كانت تمشي مليح. من بعد المدير الرياضي ما جددش للمدرب، ماش عارف المدرب ما قدرش ولا هما ما بغاوش يزيدوا له كونترا، يجي ميسيو قاسي سعيد يصرفوا مشاكل. هنا يبداو المشاكل تاع مولودي الجزائر، يقبض رفيق صيفي مولودي الجزائر كيلكو موا حتى وين ما يدبر المدرب، يروح هذا قاسي سعيد يجيب ميسيو عمروش. دونك عمروش هذا ما جاش روحو للمولودية، الناس جابتو، شكون جابوه؟ جابو المدير الرياضي قاسي سعيد، هو ولا جماعة سولافراك دوك ما يهمناش، حنا سوسيال جا في وقت الناس بدو منه وجاي في التاريخ شي يقولوا بلي عمروش كان مدرب في وقت قاسي سعيد. جابتو سولافراك ولا جابوه هو هذاك ما يهمناش حنا، حنا يهمنا هذا هو بلي عمروش كان مدرب في وقت قاسي سعيد. دونك بدا هذا عمروش بدا مليح، بدات ترجع شويه الريزولتا، بدات المولوديه شويه ترجع، كان لاباس. من بعد هذا عمروش بدات النتائج ترجع، بدات شويه المولوديه تراجعت، مام هو بين باللي استادير كان مزير لي جوار، استادير شويه اغريسيف مع لي جوار، دونك ما كانش يتسامح بزاف مع لي جوار، ينوض الكلون معروفه في البطوله الجزائريه ولا في النوادي الجزائريه، هذا الكلون كاين تاع لي جوار منا فلان ماهوش يلعب، فلان على ماهوش يلعب، فلان ديك. المهم دونك انا بالنسبه ليا هما هذا صدير هذه المشكل تاع قاسي سعيد. دونك هذا عمروش ما جابش روحو، جابو قاسي سعيد. دونك النتائج تاع مولودية الجزائر يتحملهم شكون؟ يتحملهم قاسي سعيد، ويتحملهم عمروش، ويتحملهم اللاعبين، ما يتحملهمش غير باسكو انا نشوفو بلي راهم يقولوا بلي غير عمروش، صدير عمروش هو المشكل تاع مولودية الجزائر، صدير يكون عمروش يجيبو مدرب احسن منه تولي مولودية لاباس، نو سي فو. دونك انا بالنسبه ليا المدرب رئيس النادي او المدير الرياضي هو المشكل تاع مولودية الجزائر. نهار اللي جا انا مانيش كونتر الشخص هذا قاسي سعيد، نهار اللي جا وخدم قلنا الله يبارك والمولودية راه رجعت وكلش، مي كي غلط رانا نقولوا غلط. ودوك راهي بديت رانا نشوف في الصحافه راه بداو يذكروا عيوب واحد اخرين باللي البريزيدون هذا او هذا المدير الرياضي مش حاط مع اللاعبين. لا بروف لافير تيليا تاع هشام شريف الوزاني وين يقولوا بلي اللاعبين راهم طالقينهم اليز، ستادير الدراهم صح في مولودية الجزائر مدوا دراهم، تسيبت جوار 200 مليون 200 مليون في الشهر، كان في ليكيب تاعو 50 مليون 60 مليون، بعد كي يجيبوا المولودية يجيبوه ب 80 مليون كيما لافير تيليا تاع العمارة هذاك تاع الاتحاد بلعباس، وين خرجت واحد المعلومة من صدر من الاتحاد بلعباس، الناس اللي يخدموا في الاتحاد بلعباس وين قالوا بلي بعناه بإن صوم مانيش عارف شحال هذيك لا صوم، المهم إن صوم كبيرة اللي اللاعب نحترمو المستوى تاعو اللي نورمالمون صدير ما نقولوش بلي ما يستاهلهاش، مي مبالغ فيها صدير لا صوم مبالغ فيها. دونك راه بدات هذا الدور بلي الناس راهي صدير هذا قاسي سعيد راهي بزنس في اللعابه، راه بدا صدير يغونفلي في لي صوم. دونك صدير الهضره قوات في مولودية الجزائر. انا المهم هذا هو صدير في الفيديو هذا بغيت نبين بلي الشعب هذا والجمهور بغيت ننورو بلي هذا لي بريزيدون يخدموا ثاني ذي الخدمه، صدير لي بريزيدون تاع الجزائر كي يبغوا مدرب يتخلصوا منه يديروا هذه العفسات، يبعثوا زوج ولا ثلاثه من الناس يسبوه مانيش عارف، يقولوا له كلام مانيش عارف، مي طاحوا ذي المره مولودية الجزائر طاحوا في مدرب اللي عنده شخصيه وما على بالو حتى واحد، وقال لهم انا قال لهم بلي عندي عقد راني مرتبط بعقد، صدير انا ما نستقيلش، صدير راكم تعيشوا في قصاكم باطل. دونك هنا شكون اللي طاح في الموقف؟ نورمالمون هنا قاسي سعيد هو اللي طاح في الموقف باسكو هو اللي جاب، وعمروش ما يروحش، عمروش كون ما يقيلوهش ما يروحش، صدير راه باغي يكمل الكونترا تاعو. دونك هذه هي الناس تخطط يحلها، هو كان داير حساب المدرب راه فايق كيفاش الحياه راهي تدور، دونك مستحيل باه يستقيل، ورانا شناهم وصلوا وقالوا له كلام والله ما وديها فيهم، باسكو علاه؟ مدرب عنده شخصيه ومدرب محترف خدم مالغري ما خدمش في ديزيكيب كبار، مي خدم في لافريك وراه فاهم العقليه تاع البريزيدون تاع الجزائر، مش كيما بعض المدربين يقولوا له كلمه يديميسيوني والبريزيدون يضرب في الدراهم، والبريزيدون راه قاعد مستمر في ليكيب تاعو.
ولي سيبورتير تبغى المدرب 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 ماشي المدرب المدرب ما جابش روحه. انا مانيش نقول باللي غير بريزيدون، مي ثاني المدرب، مدرب ثاني عنده دور في الشيء اللي راه صاري، مي المسؤوليه كبيره وكبيره يتحملها رئيس النادي او المدير الرياضي كما راهم يقولوا دروك. المدير الرياضي هو اللي يتحمل مسؤوليه كبيره باسكو هو اللي جاب. انا عمرو كان قاعد في دارهم قال واحد الدرب المدير قال لهم راني هنا، دونك انت كيفاش اخترت عمرو وجهك؟ نورمالمون عندك صوالح كيفاش تختار المدرب، ماشي غير واحد اختار مدرب اخترته، دونك لازم نورمالمون بريزيدون يخرج ويقول بلي انا نتحمل مسؤوليته وانا اللي جبته. فاهمين؟ هذه انا هذا هو الميساج اللي بغيت نوصلو. دونك الجمهور ما يشقاوش يغلطوا الجمهور، باسكو كاين ناس اللي تغلط الجمهور. انا غير نسيب اربعه خمسه دي سيبورتير هبطوا لي فيستير ويقولوا كلام ولا ماش عارف شيء ولا يبغوا يهضروا حاجه في الصحافه، عارف بلي دوك الناس موجهينهم. صدير هذاك الانسان ماهوش سيبورتير، هذاك شبيه تاع مناصر، هذاك يبغوا الاشخاص ما يبغوش الفريق، يبغوا الاشخاص. صدير هذاك جاي راه معاطيين له شحال معاطيين له ولا ماشي عارف، وكان اللي يخدم باطل، كان اللي يقولوا له روح يروح، كيبوها لي غير قدم ما على بالوش. ليسونسيال كما قال لك باير يرضى عليه سيدو. هذه في الجزائر معروفه، والناس اللي لعبت الفوتبول تفهم لي طري طري بيها. اللي يلعبوا الفوتبول سواء في النيفو انفيريور ولا النيفو سوبيريور، صدير كاع نفس العقليه. لي بريزيدون يخدموا كيما هكا، انت كيبغي يدير حاجه الاونترينير ولا يبعثوا اربعه من الناس ولا خمسه من الناس يقولوا له كلام يسبوه منه منه باي ديميسيوني باي يتهنى منه، ويجيب مدرب واحد اخر يعاود يدير كونترا من جديد ودراهم ومن جديد ومن جديد، المهم كلشي باين. هذه بغيت نوجهها للجمهور تاع مولود الجزائر. حنا مولود الجزائر نتمنوا لها ان شاء الله كل خير، لانه فريق كبير. الجمهور ما تسمعوش منه ومنه، ابقوا مع الفريق تاعكم جيسكا كيما عاودتو وكيما موالفين. شفنا ذاك العام هبطت المولوديه ناسيونال دو وين السيبورتير ما حبسوش توجور معاها، وهما اللي طلعوها، وكامل الناس عرف بلي كي كانت كي هبطت المولوديه ناسيونال دو طلعوها لي سيبورتير، ما طلعها حتى واحد لي سيبورتير ما يطلعوها، كانوا يروحوا لكل بلاصه. وشلنا شاصره في تيارات وشاصره في السوغر، المهم الناس كامل على بالها. دونك هذا هو الميساج تاعي لي سيبورتير تاع المولوديه. ان شاء الله الفيديو تاعنا اليوم كنا ان شاء الله في الصوره. اللي راهم يشوفوا فينا اول مره اشتركوا بالقناه وهذا لدعمنا، ونطلب منكم هذا الشيء فضلا وليس امرا ان شاء الله.